بدي رحب بالأستاذ عصام أبي راشد اليوم معي اللي هو مسؤول بهيدا المكان. عصام، عم أقول كنت هلأ سمعتني أنه أنتوا عم بتساهموا وتساعدوا المزارعين على كافة المستويات، يعني عم تجربوا وتساعدون على مستوى كيف تم الزراعة، كيف حماية الزراعة، وعلى إنتاج أفضل ذات جودة أعلى بجزين. خبرني أكثر عن تفاصيل. أول شيء أهلا وسهلا فيكم منطقة جزين، وأهلا وسهلا فيكم عندنا. نحن الشركة تبعنا هي شركة ذات طابع اجتماعي، هدفها تساعد المزارعين تبع منطقة جزين تينتجوا منتجات بتطلع من المنطقة بنوعية أفضل، مشان نقدر نطلعها بالأسواق اللبنانية ونطلعها على الأسواق الأجنبية وتكون عم تقدر تنافس من ناحية النوعية. الهدف منا أنك تساعد هالمزارع أنه يطلع مدخول أعلى، ومن هون كانت الفكرة أنه يطلع لبلدنا تبعنا اللي هي جاي جروف، اللي هي جزين جروف أو بستان جزين بالعربي. الهدف تبعه أنه يكون عم يسوق منتجات أهالي منطقة جزين اللي هي خاصة بمنطقة جزين، أو تطلع أكثر شيء منطقة جزين، من بينات صنوبر، زيت زيتون، عسل، كشك، لبنة، معزة، دبس خروب، أو كل هالمنتجات اللي بتطلع. اليوم نحن عنا تقريبا 7 أو 8 منتجات بيطلعوا بيباعوا بلبنان وبيات لبنان. وصلنا اليوم نحن لأسواق عالمية مثل بالخليج، أمريكا، وشوي من إذا بدك من اليابان، طلعنا قسم على اليابان. نعم، عم يأكلوا موني باليابان. نعم. هو الهدف من سوق اليابان أنك تجرب قديش المنتج تبعك نوعيته عالية، لأنه السوق الياباني هو أصعب شيء بالنوعية. صحيح، عظيم. لكن يعني هلأ نحن بعز فترة سنوبر، الزيتون، العسل حتى بتشيرين هلأ في جزء منه هلأ حسب المزارعين. في بعض المزارعين يعني عندهم إصرار أنه عسل تشرين هو العسل الأفضل. على كل اليوم رح يكون تركيز بحلقتنا على 3 شغلات، على السنوبر، التركيز الأساسي خلينا نقول السنوبر، الزيتون، والتفاح. نحن كمان هلأ موسم تفاح موسم مهم وموجود بجزين، جزين رائعة، غير أنه المناظر خلابة، غير أنه الشجرية يلي فيها والغابات يلي فيها رائعة وحلوة. نحن بكاسين، بحرش بكاسين اللي هو أكبر حرش سنوبر بالشرق الأوسط. رح نحكي هلأ عن السنوبر، رح نعمل هيك موجز حلو نخبركم شوية عن الذهب الأبيض بسموه، صراحة كتير غالي السنوبر هالأيام. على كل عصام، خلينا نعمل هيك نقول فتلة سريعة. عم شوف لبنة، عم شوف جوت لبنة المعزة، يعني حتى هون في مواشي عم تشتغل. منطقة جزين عندها أطعام من المواشي اللي بعدها منها بالمزارع، هي بعدها تطلع على البقية بتاكل. حلو. وهيدا الشيء صار مفقود إذا بدك بالمناطق أو عندنا بلبنان، بس بعده موجود مناطق جبلية. حبينا ناخد هيدا المنتج اللي هو من أساس الموني تبع اللبنانية ونرجعه، بس نطلعه أكيد بطريقة يكون نوعية جدا جيدة ويكون مقدم للناس بطريقة مرتبة. صح، حلو، واضحة فكرة الباكجينج. وجدنا أكيد علاش إذا بدك شوية فليفر مثل مع زعتر أو مع تشيلي هوت. إذا مشاهدينا في كتير شغلات قدامنا، زيت خلينا نقول اخذ المساحة الأكبر. لا، برفوف يلي موجودة قدامنا كان في كتير شغلات، مكدوس، الكابيسات على أنواعها، رب البنادورة، الكشك، حكينا عن اللبنة طبعا، الكشك من المعزة، خلطات الزعتر يلي موجودة. مثل عادة في كتير شغلات عم تنعمل هون بجزين، وبرافو انه مكملين فيها. في استهلاك للموني بجزين؟ يعني بعده أهل جزين، بعدهم أهل جزين بحطوا هالطاولة اللي فيها اللبنة والزيت، وضروري يكون في زيت زيتون. صح، بعد جزين مثل بقيت الضياع اللبنانية محافظة على التراث، وبتعرف فوضى من أساسيات كل بيت لبناني. حتى اليوم بيوت بيروت رجعت بلشت ترجع على هذا المحل طبعا. وبس إذا بدك كان الهدف تبع الشركة تبعنا أنه تكون عم تحسن هالنوعية اللي عم تطلع بالضياع. يعني اليوم كلنا بنعرف أنه كل الضياع بتنتج، بس مش كل الضياع بتنتج منتجات إذا بدك نوعيتها كتير جيدة. فالهدف تبعنا أنه نعلم هالمزارعين يعملوا نوعية جدا جيدة تتكون إذا بدك عم تنباع بالأسواق اللبنانية والأسواق الأجنبية. على كل رح هلأ نقول نمشي، نحن موجودين هون بهيدا المكان في مرحلتين. في مرحلة هلأ بدنا نشوف كيف عم يكعزوا اللبنة، نحكي دقيقة عن اللبنة، صرنا كتير حكينا عن اللبنة، بس مش غلط أنه نخبر عن جزين كيف بتصير. بدنا ننقل كمان على كسارة السنوبر، نحكي شوي عن السنوبر. نحن بتشرين هلأ عز قطف السنوبر، نحن بحرش بكاسين، ضروري جدا نحكي عن السنوبر هون، نعلمكم كيف يتفقى وليه هالقد غالي، وكيف بدنا نحافظ على هيدا المنتج المهم جدا 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 بلبنان. خليكم معنا، حلقة كتير حلوة اليوم. مع زيت الزيتون الجديد الطالع من المعصرة بعد شوي، بده شو؟ أكتر شي بيلبق له بالحياة هو اللبنة. كيف إذا كانت لبنة جزينية
من حليب المعزي طبعا. المدام هلا عم تشتغل عم تكعزل. صرنا حكينا اكثر من مره عن اللبنه. اذا بدنا نقول في شيء جديد يضاف بتتبيل، يعني طريقه كيف تنعمل اللبنه بجزين، هو مثل ما خبرنا قبل اهم شيء انه هي طالع من معزي بينعم بالبقيه منه على معلف او بقلب مزرعه، وهذا الشيء اذا بدك اللي بعده بيميز اللبنه تبعنا. الزياده تبع عن الموجود بالسوق انه هذا اللبنه تبع المعزي منه مخلوط مع شيء، مش مخلوط لا مع بقايا ولا مع اي شيء تاني. هلا اللي نحن زدنا عليه طعمات مع زعتر ومع حي، بس تنكون عم نزيد له اذا بدك كل شيء لبناني معه لا يكون بالسوق عم بتذوقه على اكثر من مكان. على السريع هيك عم نشوف المدام كيف عم تكعزلون، مبينين منشفين كأنه ايه بتنشف مزبوط اكيد من جاي بتنشف مزبوط، ومن بعد التنشيف بتكعزل وبنحط زيت الزيتون. يعني هيك تحسوهم قاسين، تذكرت لبنة عين عطا من هون، لأن لبنة عين عطا من أطيب اللبنات يلي ذيقها غير السردالة يلي أكيد عرفتوها وحضرتوها هيداك النهار. على كل عصام خلينا نكمل إلى مرحلة السنوبر، هيدي مرحلة هلأ مهمة. خلينا نخبركم شوي، عصام بده يخبرنا كذا شغلة وشوفوا، لأنه سنوبر أنا معود كل حياتنا نجيب نفق سنوبرة تش 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 نشيلها، شوفوا هلأ تكنولوجيا لوين أخذتنا. تفضل عصام. جينا على مكنة تكسير سنوبر، وإز بطل أستاذ نبيل خوري، ما بعرف إذا مذكرينه لنبيل، أكيد جزء كبير منكم ترك بصمة لما عملنا الموزاريلا ولما دقنا كارولينا ريبر هيدا الحر وتحرحرت. نبيل أهلا وسهلا فيك. عمر تنكي عمر، صدفة حلوة أن نشوفك اليوم. صحيح ممكن. صحيح، وجاي على محل كمان لازم تسلط الضوء عليه. أكيد جي جروب is a very important institution. واضح شغل شغل كتير حلو بجزين، وجايين نشوف كمان كيف نتعاون. يلا برجع نخبرك بالتوفيق. بالتوفيق هون عم يتعاون ونطلعوا بين بعض. رح نستغل كمان وجود نبيل ونحكي انا وعصام عن السنوبر. نحن خبرتكم شوي السنوبر معودين بحياتنا بنقطفه بنجيب الهيدا الثمار يعني اللي له بنكسرها بالشكوش او بالحجره ومننقيها. هلا تكنولوجيا عصام اخذتنا على محل ثاني. هيدي مكنة تكسير ورانا سبع مراحل بيتكسر فيها السنوبر، صح؟ صحيح. تخبرني اليوم السنوبر مثل ما بتعرفوا كلكم انه عم بيعاني من حشرتين عم بتخلي هالإنتاج تبع السنوبر يخف مع الوقت، وهذا الشيء إذا بدك خلى أنه سعر هالسنوبر يغلى، لهيك صار بدنا نفوت مكانات أكثر تنخفف كلفة إنتاج تنضل قادرين نبيع هذا السنوبر بقيات لبنان أو بلبنان. اليوم إذا بدك المكنة الموجودة عندنا هي فول ستانلس ستيل، أكيد لتكون عم بتأمن لك أحسن مواصفات تقدر تطلع بقيات لبنان وتكون ضمن المواصفات العالمية. المكنة مش قد متأخر بهذا شو يعني الشكل لا لا الحجم يعني نوعية المتال المستعملة بقلبها، لأنه كل المكنات تبع السنوبر الموجودة أو أغلبها معمولة من الحديد، فأكيد هذا الحديد بيخلي ريزيدوس بقلب السنوبر الأبيض. لهيك هيدا المكنة هي فول ستانلس ستيل تتكون إذا بدك عم تطلع لك أنظف. والإيد شو بتشكي؟ الإيد أحسن من المكنة، بس إذا بدك تكسر بالإيد مثل عندنا عندنا أكبر حدش بالشرق الأوسط تنقابل فبدك تكسر. فلهيك إذا بدك تقدر بدك تبيع بيات لبنان أو بلبنان بدك تأمن مكانات تقدر تشلك منتج أسهل.